لازم تقسم الميراث. لازم، انا قلت لكم يا اخواني الكرام، المصيبه اللي رانا نديروا فيها اننا ماناش نقسموا الميراث. رانا احنا في البدايه نطيحوا دموع التماسيح، نبداو نقولوا مازال ميت هذا ونتفناه ونزيدوا نحكوا على الدنيا. احكي على الدنيا في هذاك النهار الجنازه، احكي على الدنيا، خاطرش راح تدير كارثه من بعد. ما تقولش هذه ريحه يما وريحه بابا وريحه كذا. ربي اللي هو خير مني وخير منك في هذا الامر، اللي هو ربي سبحانه وتعالى شرع لنا وهو ارحم بنا. ربي سبحانه وتعالى قال لك لازم تقسم الميراث، لازم تقسم الميراث، لازم نفهموا هذا يا اخواني الكرام. احنا واش نديروا؟ نلعبوا؟ لا لا، احنا خاوه نبقاو كلمه واحده. ما تبقاش كلمه واحده، ما تكذبش على نفسك. تحب تبقى كلمه واحده، ادي زوجتك وروح سكن وحدك، ادي حقك وروح الله يسهل عليك، وعود زور خوك ويقدر يبقى بيناتكم. هذه ما نقدروش نقسموا سكن هذا منا هذا منا، تولي ومن بعد واش كاين؟ والله ما يهضر واحد مع اخوه الى يوم الدين، يموتوا ما يتهضروش. ولادهم ما يتهضروش ثاني، ما يزيدوش يتهضروا ثاني. ونبقاو نخلقوا شنو؟ نخلقوا فئتين متعاديتين، وليدي ووليدك، وبنتي وبنتك ما يتهضروش، وانا وياك خاوه من اب وام. ومن بعد هما اولادهم نفس الشيء، اولاد اولادهم نفس الشيء. شكون اللي دار المصيبه هذه وخلاها مر ظهره؟ احنا. اقسم الميراث، راح تقسم الميراث، هذا يدي حقه وهذا يدي حقه وهذا يدي حقه. ما حبيتش انا ندي هذا المكان هذايا. يا خويا اعطوني دراهم عليها وديوها، ماشي مشكل. واحد حبي يدي دار الوالدين، ايا بسم الله نقوموها لك، اعطينا دراهم نخرجوا احنا نروحوا نشرو جهه اخرى. بصح تبقى خويا، نبقى خوك.